بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله we will start with the recitation of future حافظ and قارئ إن شاء الله in the future إن شاء الله. Make dua for him. عمر علي سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من اتقى العلم فاز حدائق وأنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون من وخطابا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى هواه إنا أنذرناكم عذابا قريبا Thank you.
هذا صدق الله العظيم. جزاك الله خير. Now inshallah we'll recite to another recitation inshallah from Hafiz Ammar Muhammad inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم تكبير جزاك الله خير جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وأشكرهم. ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم.
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين حسنا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي لا يرتد وأفئدته هواء. Oh,
الرسل ألم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار. Yeah.
واحد وذكر أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا ما ننزل الملائكة
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب ما
يسبق الأمة أجلا وما يستأخرون. وقالوا يا صلى الله عليه وسلم. وقالوا Yeah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله